طيب، اليونسكو اختارت يوم 21 مارس وهو بداية فصل الربيع علشان يكون اليوم العالمي للشعر، واليوم ده الهدف منه ان الناس ترجع تنظم تاني الأمسيات الشعرية وتحتفي بالشعراء. خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اختارت منظمة اليونسكو يوم 21 مارس من كل عام ليصبح اليوم العالمي للشعر، وذلك بهدف تعزيز فكرة قراءة الشعر وكتابته ونشره وتدريسه في كافة أنحاء العالم، ولتجديد الاعتراف ومنح فرصة الزخم للحركات الشعرية والإقليمية والدولية. وقبل تحديد هذا اليوم، كان الاحتفال باليوم العالمي للشعر يتم في 5 أكتوبر الذي كان يصادف ذكرى ميلاد الشاعر الملحمي الروماني أوريليوس، إلى أن قام 3 من الشعراء العرب هم محمود درويش وعز الدين المنصرة وفدوى طوقان بتوجيه نداء إلى مدير عام اليونسكو، طلبوا فيه بضرورة تسمية يوم عالمي خاص بالشعر. حدث ذلك خلال مهرجان ربيع للثقافة الفلسطينية في مايو عام 1997، ثم تطورت الفكرة حين بادر عدد من شعراء العالم في عام 1998 بتقديم طلب رسمي إلى منظمة اليونسكو التي أعلنت موافقتها رسمياً عام 1999 خلال الدورة 30 لإنعقادها على إعلان يوم 21 مارس يوماً عالمياً للشعر تزامناً مع أعياد الربيع. ويظل الغرض الأهم من هذا اليوم هو دعم الشعر والعودة إلى التقاليد الشفوية للأمسيات الشعرية وتعزيز تدريس الشعر وإحياء الحوار بين الشعر والفنون الأخرى مثل المسرح والرقص والموسيقى والرسم وغيرها، بالإضافة إلى دعم دور النشر الصغيرة ورسم صورة جذابة للشعر في وسائل الإعلام بحيث لا ينظر إليه باعتباره شكل قديم من أشكال الفن.